يصادف الخامس والعشرين من شهر إبريل اليوم العالمي لمكافحة الملاريا ومع التقدم الملموس عالميا في مكافحة المرض إلا أنه ما يزال ينهش أجساد اليمنيين ورغم التوصل إلى لقاحات إلا أنه يظل مرضا فتاكا بسبب عدد الوفيات ويعد اليوم العالمي لمكافحة الملاريا مناسبة لرفع الوعي بالاستمرار في مكافحته والوقاية منه وهي فرصة لنا في صباح بلقيس أن نتحدث عن هذا المرض ونساعد الناس على التخلص منه فهو عبء ثقيل على اليمنيين معنا في الاستوديو الدكتور معز سعيد وهو عضو مؤسس في جمعية الأطباء اليمنيين يسعد صباحك أسعد صباح لكم بداية دكتور يعني لو نسمع ملاريا دائما نقول البعوض يعني ممكن تكلمنا أكثر عن أسباب انتشار مرض الملاريا؟ طبعا كلمة ملاريا هي كلمة إيطالية نبدأ يعني في تعرفها هي كلمة إيطالية معناها ملاريس ايريا معناها المنطقة الداكنة أو الهواء الغير نظيف. آه طبعا ربطت بالأم... ربطت بأنه أغلب مرض ملاريا في إيطاليا كان مربوط في المناطق الداكنة، في, الكل... في المصطلح الإنجليزي كذلك الهواء الغير نقي. في العالم العربي سابقا كانت تسمى البردة. معناها الرعشة لأنه المريض اللي مصاب بمرض الملاريا كان آه أغلب الأعراض اللي عنده أو أهل العرض الأكبر هو عبارة عن الرعشة، ف... فمريض الملاريا يرتبط برعشة طبعا تاريخها قبل 4000 سنة. بدي تعرفها حتى الصينيين بده يعرفوها قبل 2700 سنة ذكرت في كتبهم اليونانيين اكتشفوها قبل ما يقارب 2000 سنة مرض الملاريا مربوط غالبا بالأماكن اللي فيها تجمعات مهراكت م. ففي اليمن مع الاسف بسبب الحرب بسبب اهمال النظافه يعني واشياء كثيره اهمال النظافه في تجمعات للماء مثل الماء في السوائل الماء في م. المناطق الاخرى مياه راكده فكثير مثل الحديده مثل حضرموت مناطق المناطق الاستوائيه في خط الاستواء من جنوب افريقيا جنوب امريكا جنوب افريقيا المناطق الاستوائيه كامله إلى اليوم مرض الملاريا عاد مرتبط فيها، إلى اليوم لم يد... يعني العلم الحديث لم يتوصل إلى علاجه بشكل واضح. نقدر نقول يعني الأماكن الحارة. ممكن تقول الأماكن أم... الحارة ممكن. أو الأماكن الاستوائية. طيب ليش يعد هذا المرض يعني فتاك رغم أنه شوف أنت ذكرت أنه مد... مدة زمنية طويلة من حيث اكتشاف هذا المرض، لكن لا يزال إلى اليوم يعني مرض قاسي وقوي، لماذا؟ المسبب تبعه البعوض، عملية الانتشار تبعه تكون سهلة، يعني البعوضة الواحدة هو المسبب الرئيسي له البعوض، فالبعوض ينقل من مريض إلى مريض إلى شخص واحد، يعني البعوض الواحد ممكن يسبب لك خمسة إلى ستة إصابات في نفس اليوم، في نفس الحالة، في نفس المجتمع، يعني عملية تكاثره عملية غريبة أو مختلف لأن يعني المسبب له طفيلي، فهذا الطفيلي يدخل أول يتكاثر في البعوض، في المرحلة الثانية ينتقل من بعوض الإنفلينس الى المصابين، فعمليه الانتقال يعني بعوضه واحد ممكن تصيب لك اسره، ممكن تصيب لك مجتمع واحد، الحاجه الثانيه انه خطر انه عمليه اه اختفائه في الجسم او عمليه نموه تمر عن طريق مراحل، فاول حاجه يبدا في ينمي في البعوض، في امعاء البعوض، ينتقل عن طريق اللعاب الى اه فم البعوضه، يصاب الشخص المريض فيه، في مرحله ركود او مرحله اه يكمن فيها المرض الى ما يقارب سنه. يظل الشخص المريض فيه مصاب سنه كامله فالاعراض فيه ما يعني ممكن يأتي بعض آخر يأخذ الدم من المريض نفسه ينقله إلى مريض آخر عملية انتقاله أس أصعب من أن تكون واضحة والحاجة الثانية يشبه الإنفلونزا فاعراضه اذا كان جهاز المناعه قوي اعراضه مشابهه لاعراض الانفلونزا فالمريض ما يعرف شو انا مصاب بالانفلونزا ولا مصاب في في الملاريا فهذا هو سبب خطورته وسبب انتشاره كذلك عمليه انه يكون هو يتم في مراحل نموه فاول حاجه يبدا يتخبي في الكبد ينمو في الكبد يتحول للدم فمرحله طويله ما تقدرش تلحق عليها يعني اذا كان الشخص مصاب بامراض مزمنه امراض الكبد امراض القلب امراض الدماغ نحن ما نقدرش نتدخل فيها لانه اصلا في مضاعفات الشخص السليم اللي ما عندوش اي مشاكل صحيه ممكن يمر عليها المرض بشكل خفيف لكن الناس اللي عندهم المناعه وخاصه في اليمن جهاز المناعه او الاجهزه المناعيه عندنا ضعيفه بسبب النظام الغذائي بسبب الحرب بسبب الستريس بسبب الاجواء نفسها التغذية, التغذيه نفسها في معانا جهاز مناعي فاثره يكون اكبر يعني العلم الحديث ما يكتشف الا بعد فتره زمنيه طويله لأن المريض اصلا يقول انا عندي نفس الاعراض عندي راشة عندي سخونه عندي ضيق تنفس فالمجتمع ما ما يروحش الى المستشفيات او التجمعات الطبيه الا وقد ادت فتره طويله انه قد البعض نفسه أو المسبب نفسه الطفل قد مسك أكثر كمية أكبر من كريات الدم الحمراء طيب ذكرت أنه بسبب المياه الراكدة يعني دكتور يعني وتقول كذلك المعلومات أنه بسبب هذا الشيء يعني كيف, كيف انتشر في اليمن؟ مش انتشاره في اليوم هو البعض اكثر منه اصلا <applause> يعني حتى في بعض الكتابات في بعض الكتب العلميه يقال انه الفيروس عمر الطفل عمره اصلا قبل ما يدخل في في المجرى الاخر الى انه يكون سبب للمرض عمره ما يقارب 2 مليون سنه بس عمليه التحول حقه اخذت فتره زمنيه طويله، يعني قد يكون انتشر، يعني الشخص المريض الان وزاره الصحه تنصح الاشخاص المسافرين انه مثلا يسافروا الى مناطق مشهوره في هذا المرض او معرضه للمرض بشكل اكبر مثل افريقيا، انه ياخذوا اللقاحات او ياخذوا الادويه من قبل، لانه اصلا يكون كامن، يجي مثلا تسافر الى افريقيا تصاب فيه، ما تظهرش عليك الاعراض، ترجع تنقله لبلد اخر، عمليه انتقاله سهله لانه اصلا يظل متخفي في الكبد عند المريض لمده سنه ويظل متخفي في الدم لفتره زمنيه. لمده سنه؟ لمده سنه يظل في لانه عمره طويل اصلا. مهم. العمر الزمني للطفيل نفسه انه يظل لمده سنه حتى النوعيه منه المنجلي ممكن يظل لمده اربع سنين الشخص مصفي. طيب فعملت أنت, أنت ذكرت اعراض قلت انه في تشابه لكن ما فيش يعني عرض يميز مثلا المصاب بالملاريا على الشخص المصاب بالانفلونزا. طبعا اشهر علامه من علاماته النكسات او الهجمات، معناها يبدا عندنا اول حاجه المريض من اربع الى عشر ساعات في نكسه بشكل سريع رعشه شديده ارتفاع درجه السخونه الى 38 درجه مئويه، ما فيش اي سبب، بعدها يبدا تعرق شديد. بعدها نكسه يتوقف ما فيش اي حاجه سخونه تنزل التعرق يوقف بعد 72 ساعه ترجع مره ثانيه النوبه يعني على حسب شكل النوبات نفسها فاشهر عرض انه نحن عندنا في الاطفال تحت سن الخامسه يجي الطفل ما فيه اي حاجه في سخونه فقط 38 درجه كريات الدم البيضاء نحن غالبا في الاطفال نشوف الهيموجلوبين كريات الدم البيضاء لو نفس ما كلمتكم هو يتخفي في كريات الدم البيضاء فيعمل على تكسيره فنحن نشوف عند الاطفال حتى وزاره الصحه وزاره الصحه العالميه تقول أن الاطفال اكثر عرضه اذا في طفل حجر المستشفى وفي درجة حرارة فوق 38 درجة ومتكررة عنده وفي عنده كريات دم منخفضة الهيموجلوب منخفضة كريات دم حمراء منخفضة أيوة. نحن نشك في الملاريا طيب هل في تحاليل ممكن يعني تكشف أعراض الملاريا في الدول المتقدمة إذا شفنا الوضع في اليمن لكن هل توجد هناك أصلا يعني طرق لاكتشاف المرض؟ غالبا نحن إذا نحن مركزين على اليمن نحن نعتمد في المستشفيات على الفحص المباشر يعني أول حاجة الطبيب في اليمن إحنا إذا كنا تكلمنا على اليمن نشوف هل الكبد في تضخم ولا لا نشوف هل يضبطوا في تضخم ولا لا كذلك نشوف درجات الحراره نشوف كريات الدم الحمراء اللي هم كم نسبته في اخر مرحله ممكن نفعل فحص دم مخبري هو اللي يطلع هو اللي يستخدمه العالم الحديث لكن في اليمن بسبب انه المنشات مش موجوده الفحوص المستشفيات مع الاسف مع الحرب الإمكانيات اللي معنا في المختبرات ضعيفه فنضطر نحن نعتمد على الفحص الفحص المباشر للمريض، كذلك في حال شكينا انه في غالبا فحص الدم موجود في اي مكان، في حال شكينا يرجح ويفضل انه يبداوا في علاج الملاريا. طب دكتور ما هي ابرز الاجراءات للوقايه من المرض؟ طبعا نفس ما كتبتم في التقرير، ابرز الوقاية انه المناطق الراكده اللي فيها ماء راكد لابد ما تنظف. اشهر اشهر طريقه في الوقايه هي عباره عن هذه اللي تمنع البعوضه انها توصل لك لانه اصلا البعوضه هي بتنقلها بتنقلها. فيتم حمايه الاشخاص نفسهم المعرضين اللي عندهم مناعه ضعيفه الاطفال كذلك الا انه يكون في معهم ناموسيات في المناطق اليمينيه كانت مناطق الحديده مشهور انهم يغلقوا الطيار بالشبك <applause> هذا اللي يمنع دخول البعض الى الى الداخل طبعا محاربة البعض بأي طرق من الطرق هل الوقاية هل في أدوية الآن منظمة الصحة تنصح فيه في أدوية لكن هل لها نفس التأثير لا فالاشخاص اللي يصابوا في الفيروس حتى وان اخذ اللقاح او اصيبوا بالطفل هذا حتى وان اخذ اللقاح نفسه يصاب مره ثانيه حتى يكتسب مناعه ففي يعني هو عرضه للتعرض مره ثانيه اكثر من مره مم. فالناس اللي عندهم مثلا قبل فتره يعني 90% من الوفي من الاصابات في افريقيا 80% من من الوفيات في افريقيا تحت سن الخامسه حسب تقرير وزاره الصحه في 2021 يعني. اطفال بس عندهم مناعه مكتسبه كثير من الناس اكتسبوا المناعه، خلاص الجسم يتعرف على المؤثر فيتعامل معه لفترات، لكن هل ينصح انه نحن ما نتعالج ما ناخذش علاج معين؟ لا، ينصح انه ياخذ علاج معين لانه قد انت تصاب فيه في فتره مرض اخر مربوط بامراض الكبد، مربوط بامراض الجهاز التنفسي، مربوط بامراض اخرى فممكن يؤدي الى الوفاه. <applause> حتى وان اخذت المناعه فالاطباء او منظمه الصحه او اخصائيين الامراض الوبائيه يقول لك لابد ما تتعرض اصلا يعني لابد ما تاخذ اللقاح او لابد ما تاخذ العلاج يعني نقدر نقول هل في لقاحات اجراءات ممكن يعملها الشخص بالاخص لمن هم قريبين من مناطق يمكن ينتشر فيها يعني الاماكن الغير نظيفه والمياه الراكدة هل في مثلا لقاح يمكن اشخاص ياخذوه اللقاح ما فيش الان الى اليوم الى اللقاح ما فيش في ادويه لكن أفضل حل ممكن نحن في اليمن أو في المناطق اللي إنه في بداية ظهور الأعراض بداية الإشتباه التحرك إلى المستشفيات لأنه إذا كان آه بداية الأعراض اللي هي يعني نرجع نأكد عليها مرة ثانية إنه في معك رعشة مباشرة رعشة. تبدا ترتاح ترتجف، كذلك في معك بعدها ارتفاع درجه سخونه وبعدها تعرق، هذه الاعراض اذا وجدت تكررت بشكل مستمر مره مرتين او في اول مره ينصح انه يذهب واحد الى المستشفى لانه ما ادويه، ما فيش لقاحات، ما فيش وقايه بشكل مباشر، اذا اصبت فيه معناها الحل الوحيد كل ما كان استخدام الادويه او التشخيص المبكر كل ما كانت النتائج افضل انه ممكن تاخذ علاج بشكل اسرع. احيانا حسراحة. احيانا دكتور مش الكل يعني قريبين من هذه المستوصفات، احيانا يمكن الاشخاص اللي في الريف اللي, يعني اللي بيتابعونا، يعني نحاول أن احنا نوجد اكثر من حل، هل في مثلا طرق يمكن او نقول اسعاف اولي، اجراء يتبعوها الاهالي لمساعده هؤلاء المصابين علشان يتفادوا مثلا الاصابه بشكل كبير الا ان يصلوا الى يعني مركز مختص لمساعدتهم؟ يعني. طبعا مرض الملاريا مش مرض قاتل في نفس اللحظه، أيوة. هو عباره عن مرض كامن. فالمريض اللي مصاب فيه ما يخافش، مش مقلق اصلا، بس عمليه الاهمال خاصه في العالم في, في اليمن وفي العالم المعرض لهذه الامراض، عمليه الاهمال هي اللي تؤدي الى المضاعفات، يعني المريض اللي يصاب فيه ممكن يكون عنده المرض لمده اربع سنين، يظل حامل للطفيل هذا الى اربع سنين، فما فيش قلق. أول ما تشوف إنه الأعراض تكررت يعني ما يميز إنه تتكرر الأعراض بشكل مستمر حتى ممكن يظل الأعراض لمدة ثلاث أربع أيام خمس أيام وبعدها تدخل في مرحلة هدوء وبعد فترة ثانية ترجع يدفع على الفيروس الطفل من جديد وتظهر نفس الأعراض فاللي في القرى مش مقلق أول حاجة النظام الغذائي مهم رفع الاهتمام بالتغذية كذلك مهم إنه الخضروات الفواكه الليمون فيتامين سي فيتامين دي كذلك الهواء النقي الاستراحة لكن اهم شيء انه ما فيش قلق لانه الفيروس ما الطفل ما راح يقتلك او ما راح يوصلك لمرحله الوفاه او للمضاعفات في نفس في نفس الفتره معك فتره انك ممكن تاخذ يومين ثلاثه ايام تسير للمستشفى يسووا فحوصات في حال اشتبهوا ممكن ياخذ العلاج اذا نقدر نقول انه الانسان يقدر يعني يحمي مناعته من خلال التغذيه السليمه التغذيه السليمه جزء يعني اهم شيء الان في العالم الحديث التغذيه السليمه جزء اساسي في في مقاومه الامراض لانه التغذيه الاساس التغذيه السليمه هي مربوطه اصلا في المناعه فلما تربط في المناعه معناها انه مقاومه الامراض اذا كانت التغذيه السليمه نحن في اليمن اغرب الامراض حتى مثل حمى الضنك حتى الاعراض الاخرى امراض الاخرى المسبب الاساسي في كل الامراض هو التغذيه خاصه في العالم الحديث في العالم الحديث الان او العالم المتمدن موضوع المواد الحافظه نسبة كبيرة جدا الجسم ما يتعاملش فيها وهذا خلاف اخر او موضوع اخر يناقشه اخصائيين التغذية مع الطب مع الاطباء البشريين فغالبا التغذية جزء اساسي فننصح اصحاب القرى انه ما فيش قلق مش مقلق، الشيء طبيعي جدا بس اول ما تظهر الاعراض تشوف انه متكرر عشان ما ينتشرش المرض في منطقة اوسع يتاكدوا يعني يتم البحث هل في امراض ناس متشابهين في نفس الاعراض؟ يتم محاربه المنطقه اللي يشكوا انه موجوده فيها وخاصه خاصه المناطق اللي فيها ماراكد. فعلا يمكن هذا يخلينا يعني نشعر بالمسؤوليه تجاه يعني الاحياء اللي احنا نسكن فيها ان احنا نحافظ عليها ونحافظ على يعني النفايات ان احنا ما نخليها في اماكن قريبه من المناطق السكنيه، هذا كاقل يعني ما يمكن ان احنا نعمله علشان نتفادى الكثير من الامراض حقيقه بسبب يعني قل النظافه، شكرا لك يعني دكتور معز لتواجدك معنا في هذا الصباح للحديث عن هذا المرض. اللي نسال الله انه يعافينا ويعافي كل اليمنيين وكل الناس من هذه الاعراض شكرا لكم شكرا لقناه بلقيس على هذه البرامج لانه إحنا في اليمن اصلا نشكي من نفس الامراض خاصه انه مرض الضنك مع حمى الملاريا هو نفس المؤثر مهم. شكرا صح. لكم يعطيك الف عافيه آه.